في الفيديو الأخير تعلمنا أنه إذا كان لدينا مثلثين مختلفين وإذا كانت جميع الأضلاع المتقابلة لهذين المثلثين لها نفس الأطوال، إذن فإنه بتطابق ضلع وضلع وضلع أس 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 نعلم أن المثلثين متطابقين congruent. وقد تحدثت قليلا عن فكرة الفرضيات أو المسلمات، ولكني أريد أن أكون واضحة. في بعض الأحيان قد تسمعون أن هذه قد تسمى بنظرية ضلع وضلع وضلع SSS theorem، وأحيانا تسمى فرضية أو مسلمة ضلع وضلع وضلع postulate أو axiom. فالفرضية أو المسلمة هي شيء تفترضه من البداية، في حين أن النظرية هي شيء تقوم بإثباته بالاعتماد على بعض الأساسيات أو الفرضيات والمسلمات. وفي الحقيقة أنت تقوم بوضع افتراضات أساسية في جميع المسائل الرياضية، بعض الافتراضات الأساسية ونسميها المسلمات أو الفرضيات axioms أو postulate. وتحاول باستخدامهم إثبات النظريات. ربما باستخدام هذه أستطيع أن أثبت نظرية ما هنا، ثم أستخدم هذه النظرية والمسلمة لأقوم بإثبات نظرية أخرى هنا، وباستخدام هاتين النظريتين أستطيع أن أثبت نظرية أخرى هنا. أعتقد أنها وصلتك الفكرة، قد ترشدنا المسلمة إلى هذه النظرية، وهاتان الاثنتان قد يقودانا إلى هذه النظرية هنا، ونحن أساسا نبني معلوماتنا أو نبني رياضيات حول هذه الافتراضات الأساسية. في درس مقدمة للهندسة الرياضية لا نقوم بإثبات ضلع وضلع وضلع SSS، لا نقوم بإثبات نظرية ضلع وضلع وضلع، لذلك الكثير من قوانين الهندسة تتطلب منا أخذها كما هي كفرضية أو مسلمة. والسبب وراء ما أفعله هنا هو أنني أريد أن أعرف الفرق بين الكلمات نظرية فرضية ومسلمة، وحتى لا ترتبك هي فقط معطى. ولكن في الكثير من الكتب، ولقد قرأت الكثير من الكتب، فإنه يشار إليها على أنها نظرية ضلع وضلع وضلع، بالرغم من أنهم لم يثبتوها بدقة، إنهم يفترضونها فقط. إذن هي في الحقيقة أكثر كفرضية أو مسلمة. والآن إذا وضعنا هذا جانبا، سنفترض ونتقدم ونحن نعلم أن هذا صحيح وسنأخذه كما هو. أريد أن أريكم أننا بإمكاننا أن نقوم بشيء مفيد باستخدامها. لنقل أنه لدينا دائرة، لنقل أن لدينا دائرة، هناك الكثير من الأشياء المفيدة التي نستطيع أن نفعلها بها. وهذه الدائرة لديها مركز هنا عند A، ولنقل أنه لدينا وتر في هذه الدائرة، وهو ليس قطرا فيها. دعوني أرسم وترا على الدائرة، ولنقل وهو كقطعة مستقيمة، ولنقل أنه لدينا خط يقطع الوتر من المركز. أعتقد أنه يمكنني أن أسميه نصف القطر، لأنني سأذهب من المركز إلى حافة الدائرة هناك. سأذهب من المركز إلى حافة الدائرة، وحين أقول أنه ينصفها، فأنا أحدد المسألة الآن. حين أقول أنه يقطعها، أعني أنه ينصف القطعة المستقيمة، وما تقوله لنا أن طول هذه القطعة هنا ستكون متساوية للقطعة هنا. وما أريد أن أفعله، لقد حددت المسألة ولدي دائرة، نصف القطر هذا ينصف الوتر هنا، وما أريد فعله هنا، هدفي هو أن أثبت أن هذا يقطع الوتر بزاوية قائمة،
أو بمعنى آخر دعوني أضيف بعض النقاط لنسمي هذا B وهذا C ولنسمي هذا D. أريد أن أثبت أن القطعة AB متعامدة تكون زاوية قائمة مع أو متعامدة على القطعة CD، المقطع الخطي CD، وكما تتصور سأقوم بإثباتها باستخدام ضلع وضلع وضلع مهما أسميتها نظرية أو فرضية أو مسلمة. إذن لنفكر بها بالطريقة التالية، تخيل إذا كنت أريد أن أستخدم هذا يجب أن يكون لدي مثلث، ولا يوجد مثلث هنا الآن، ولكني أستطيع أن أبني مثلثا، أستطيع بناء مثلث بناء على ما أعرفه. مثلا أستطيع أن أبني مثلث يكون لديه نصف القطر، لنسمي هذا نصف قطر هنا R، وسيكون نصف قطر الدائرة. وأيضا أفعل هذا هنا، طول AC سيكون أيضا نصف قطر الدائرة. إذا نحن نعلم أن هذين الخطان لهما نفس الطول وهو نصف قطر الدائرة، ويمكن القول أن AD متطابق مع AC أو أن لديهما نفس الطول. نحن نعلم من المسألة أن هذا المقطع يساوي طول المقطع هنا. دعوني أعين نقطة هنا لأعود إليها لنسمي هذه النقطة E. نعلم من المسألة أن CE يطابق ED أو لديهما الطول نفسه. CE لديه نفس طول ED، ونحن نعلم أن كلا المثلثين هذا الموجود على اليسار والآخر على اليمين يشتركان في الضلع EA. إذن من الواضح أن EA يساوي EA، إذن هذا بوضوح يساوي نفسه، إنهما نفس الضلع، نفس الضلع استخدم في المثلثين والزوايا متجاورة مع بعضها. إذن نرى في هذه الحالة عندما يكون لدينا مثلثين مختلفين لديهما أضلاع متطابقة متساوية، الضلع هنا يساوي الضلع هذا هنا، هذا الضلع هنا يساوي الضلع ذلك هناك، ولدينا بكل وضوح AE مساوي لنفسه، إنه ضلع لكلا المثلثين، إنه ضلع متطابق لكلا المثلثين. إذن من خلال ضلع وضلع وضلع S S S نحن نعلم أن المثلث A A B C، المثلث A B C مطابق للمثلث آسفة إنه ليس ABC، إنه AEC. نعلم يجب أن أكتبه هنا باستخدام ضلع ضلع ضلع. نعلم أن المثلث AEC AEC متطابق مع المثلث A ED. ولكن كيف يفيدنا هذا؟ كيف يفيدنا؟ نعلم أننا استخدمنا نظريتنا، ولكن كيف سيفيدنا هذا هنا؟ من الممتع أنه حين نعلم أن المثلثين متطابقين، كونهما متطابقين، فإن هذا يخبرنا يمكن أن نستنتج أن كل الزوايا هي نفسها، وبالتحديد نستنتج أن هذه الزاوية هنا قياس الزاوية CEA يكافئ قياس الزاوية DEA. DEA
والسبب لماذا هذا يفيدنا أنه بالنظر إلى هذا يمكن أن نرى أنهما مكملتان لبعضهما، أنهما زاويتان متجاورتان، أضلاعهما الخارجية تشكل زاوية مستقيمة، إذا CEA مكملة ومكافئة لـ DEA، هما أيضا مكملتان، إذا لدينا أيضا قياس الزاوية CEA زائد قياس الزاوية DEA يساوي 180 درجة، وهما مكافئتان لبعضهما، لذا يمكن أن أستبدل قياس الزاوية DEA بقياس الزاوية CEA، أو أستطيع أن أكتب هذا مرة أخرى، أو 2 ضرب قياس الزاوية CEA يساوي 180 درجة، أقسم طرفي المعادلة على 2، ثم أقول أن قياس الزاوية CEA هو 90 درجة، وهو نفس قياس الزاوية DEA لأنهما متكافئتان. نحن نعلم أن الزاوية هنا هي 90 درجة، أستطيع إذن أن أعينها بصندوق صغير، وهذه الزاوية هنا هي 90 درجة، ولأن AB يقطع CD، وحيث يقطعه لدينا 90 درجة هنا وهنا، ونستطيع أن نثبت أنها هنا وهنا، بالتالي AB متعامد على CD.